إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في 11:15 تستمعون إلى قرآن السهرة، تلاوة الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة مما تيسر من سورتي مريم والحاقة. الساعة الآن 10:10 موعد حضرتكم مع الأمسية الدينية. أمسية الليلة أعدها ويقدمها لحضرتكم الزميل عبد الناصر أبو زيد. بسم الله تقدست أسماؤه، لا ألاء إلا ألاؤه، الملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، لعز ملكه الملوك تخضع، يخفض قدر من يشاء ويرفع. سبحانك يا الله لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك. اللهم صل وسلم وبارك على من كشفت له الحجب فارتقى إلى ما لم يرتقي إليه الخليل، ونظر إلى ما لم ينظره الكليم، ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، وصليت عليه أنت والملائكة تحببا وتكريما، وقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة دائمة بدوام ملكك يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب مسجد العارف بالله سيدي الشيخ حسن عمران الدح بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، ونقدم لكم هذه الأمسية الدينية إخوة الإيمان والإسلام. والعارف بالله سيدي الشيخ حسن عمران الدح قضى حياته موحدا لله، مصليا على سيدنا رسول الله، رب الأحباب والأتباع، على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، والاتباع والحب الصادق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاه الله خيرا عما قدم للإسلام والمسلمين. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن هنا بجوار ولي من أولياء الله، نبقى مع كتاب الله، نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين.
الدين كله. وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم.
Thank you.
فاخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا فأصلحوا بينهما
وبلغ النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشد، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد العارف بالله الشيخ حسن عمران الدح بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع العلم والعلماء، نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور محمود عباس الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، نستفتح بحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستلطفه ونسترضيه ونسأله الرضا والهدى والعفاف والغنى، وأن يعيذنا من الجهالة بعد العلم ومن الضلالة بعد الهدى، ونستمد منه السداد والرشاد. فامنحنا اللهم بفضلك صدق الكلمة وسداد الرأي وإخلاص النية، واعصم اللهم ألسنتنا وأقلامنا من شر مخيلة تعبث بالفكر
أو سرف يغتال طهر الكلمة، وأصلي وأسلم على خير خلق الله ورسله أجمعين، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، فإخوتي وأحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بجمعكم الطيب في هذه الليلة الطيبة المباركة. مرحبا بكم في ساحة المحبين لله، وما أعظم هذه الساحات، وما أجمل أن تكون أمة الإسلام كلها في حاجة إلى أن تعيش مع هؤلاء الربانيين، تلتمس منهم النور في ظلمات الحياة، وتلتمس منهم لين القلوب التي يبست وجفت. فما أعظم هذا المقام! أعظم مقام أيها المسلم هو مقام الحب في الله، أعظم مقام هو مقام العارفين بالله، مقام يسمو بالإنسان من عالم الطين والتراب إلى عالم الصفاء والنقاء، عالم يرتفع بالقلوب اليابسة من جمودها وجحودها وصلابتها إلى قلوب طاهرة لا يسكنها إلا حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم أحباب رسول الله، فبشرى لكل من أحبه وعاش في ساحته. ونحن الآن في أعظم مقامات الحب لله، وفي أسمى مقامات العبودية لله جل في علاه، مقام الحب والمحبة. وما أحلى الحديث في الساحات المباركة عن الحب والمحبة. إخوتي وأحبتي في الله، المحبة شجرة مثمرة لها أغصان ثلاثة: الغصن الأول الطاعة، والغصن الثاني التأسي، والغصن الثالث الاتباع. فالمحبة هي الشجرة التي يتفرع منها تلك الأغصان: طاعة وتأسي واتباع. تجتمع هذه الأشياء الثلاثة في أمور وتفترق في أمور، ولكن القرآن الكريم علمنا أن لكل غصن من هذه الأغصان نكهة خاصة ومذاقا متميزا. فالطاعة تختلف عن التأسي، والتأسي يختلف عن الاتباع. الطاعة دائما ترتبط بالتكليف، إذا كلفت إنسانا بشيء فهو في مساحة، إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا، فإن قال نعم فهو المطيع، وإن قال لا فهو العاصي. فالطاعة ترتبط بالتكليف والأمر، وتنشأ الطاعة دائما في صدورنا من أمرين. انتبه: طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى طاعتك للبشر
كل هذه الطاعات تنشأ عن عاطفتين: الطاعة لله والرسول، وطاعتك للبشر لا تخرج عن عاطفتين. العاطفة الأولى الخوف، أن تخاف من العذاب والعقاب، والعاطفة الثانية الحب، فإن نشأت الطاعة عندك عن حب فما أعظمها من طاعة لا تضيع أبدا، فأنت دائما مطيع لله، مطيع لمن كلفك، مطيع لمن خلقك، مطيع لمن سواك، مطيع لمن نفخ فيك من روحه ومنحك العقل والتمييز، مطيع لمن فضلك على سائر الخلق تفضيلا، لأن الطاعة نشأت عندك من الحب. التأسي لا ينشأ من الخوف، أنت تتأسى بفلان، تقلده في أقواله وأعماله. التأسي لا ينشأ من الخوف كالطاعة، التأسي لا ينشأ إلا من حب. أنا أحبك فأتأسى بك، أنا أحبك فأقلدك، أنا أحبك فأحاكيك في أقوالك وأفعالك. فالتأسي يخالف الطاعة في أنه لا ينشأ إلا عن حب. إذا امتدت الطاعة والتأسي في نفسك أيها المسلم، نشأ عن ذلك اتباع لله ورسوله لا يحيد عنه المؤمن مهما كانت الأسباب. إذا الاتباع مزيج من الطاعة والتأسي. وقد تسألني: لماذا فرقت بين الأغصان الثلاثة ونحن نستخدمها بمعنى واحد: طاعة، تأسي، اتباع؟ أنا أطيع، أنا أتأسى، أنا أتبع. نحن نستخدمها بمعنى واحد لأن القرآن الكريم استخدمها بشكل يوحي بأن لها مذاقا خاصا في كل موقف. فعن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يستخدم الطاعة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وعن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالطاعة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما الاتباع فهو اتباعه صلى الله عليه وسلم: فاسمع قول ربك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. حب، يبقى طاعة وأسوة أو تأسي واتباع. نسأل أنفسنا: أين تنشأ هذه الأمور؟ ما محلها؟ ما محل الطاعة؟ ما محل التأسي؟ ما محل الاتباع؟ محلها القلب. ومن هنا وجب علينا دائما أن نكشف عن قلوبنا لنعرف مستويات النبض الإيماني فيها كما نكشف عن أجسادنا. اكشف دائما عن قلبك لتعرف وتتأكد هل مستوى النبض الإيماني في قلبك قل أو ضعف، لتعرف علاقتك بالله، وتعرف سر النكد الذي تعيش فيه وسر الهم الذي تعيش فيه. أنا لا أكلفك شيئا، فتش عن قلبك في ثلاثة مواضع مواقف: أولها عند سماع القرآن الكريم. فتش عن قلبك عند سماع القرآن الكريم، ماذا يحدث له؟ ماذا يحدث له؟ لأن المستوى الراقي من الإيمان هو الذي حدده الرحمن
في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ابحث عن قلبك عند سماع القرآن. الموضع الثاني عند سماع الذكر، وهذا يبشرنا جميعا بأن الخير في أمة محمد إلى يوم القيامة. الموضع الثالث وهو خطير، موضع الثالث الذي تبحث فيه عن قلبك هو موضع العارفين بالله، وأرجو أن تكون منهم أو مقربا إليهم، في الخلوات. ابحث عن قلبك في الخلوات. أي خلوات تقصد؟ الخلوة القلبية أم الخلوة المكانية؟ الخلوة القلبية أن تكون مع الله وإن كان من حولك ألوف، أنت مشغول عن الناس بالله، اسمها خلوة قلبية. الخلوة المكانية أن تكون في مكان لا يراك إلا الله. إذن أنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في الخلوة المكانية عندما يكون الباب مغلقا، هل تراقب الله؟ والباب المغلق وراءه أمران دائما، يا فواحش يا مناجاه لله رب العالمين. الباب المغلق إما أن يغريك بالفاحشة، وإما أن يغريك الخلوة بالطاعة لله، فتقف لله طائعا لا يسمعك ولا يراك إلا الله رب العالمين. وإن وقفت بين يدي الله بعد الأبواب المغلقة في خلوة مع الله ففاضت عينك بالدمع، فقل الحمد لله، وصلت رسالتي إلى الله. عندما تفيض دموعنا في لحظة خشوع لله اعلم أن دعاءك وصل إلى الله. ولهذا يقول ثابت البناني، هذا الزاهد العالم المخلص، والله إني لأعلم متى يستجيب الله لي. فقيل له كيف يا رجل تعلم أن الله استجاب دعاءك؟ فقال إذا وجل قلبي واقشعر بدني وفاضت عيناي بالدمع علمت أن الله قد استجاب لي. ولهذا من السبع، كن من السبع. أتعرف من هم السبع؟ الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا، يعني بخلوة، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع، يظله الله في ظله. إذا تبين لك في هذه المواضع الثلاث أن قلبك ينبض بالإيمان فافرح واشكر الله. أسأل الله عز وجل أن يرد إلينا ردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه لا يعز عليه. اللهم انصر المسلمين والمسلمات، اللهم احفظ مصر يا رب، واجعل لها من أمرها يسرا، احفظ شعبها، احفظ شعبها، فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمود عباس،
الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من ساحة العارف بالله سيدي الشيخ حسن عمران الدح بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية نستمع إليها من المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وارحم أمواتنا واشف أمراضنا واحفظ بلادنا يا سلم مصر دوما وارعها يا
ذاك الذي عبد الإله وأخلص ذاك الذي عبد الإله وهو المشفع في المعاد لمن عصى ذاك الذي عبد الإله وأخلص وهو المشفع في المعاد لمن عصى وبكفه نطقت وسبحت الحصى وبكفه نطقت وسبحت الحصى وبكفه نطقت وسبحت الحصى شرفا له ولربه تعظيما صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف، والتي كانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من ساحة العارف بالله الشيخ حسن عمران الدح بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر. وإلى أن نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي عبد الناصر أبو زيد، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.